سحب ملفات ترشح 53 ملف ترشح قد سحبوا في الفترة الممتدة من 17 جويلية إلى غاية 25 أوت. هذاك الفترة اللي كانت مفتوحة دو 17 جويلية أو 25 أوت. عندنا 38 ملف سحبوا من قبل سبعة أحزاب سياسية. 38 ملف سحبت من قبل سبع أحزاب سياسية، هي جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الاشتراكية، حركة البناء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، تجمع أمل الجزائر، وحركة الشباب الجزائري. وعندنا 15 ملف سحبوا من قبل القوائم المستقلة إلى تاريخ 25 أوت 22. كانت عندنا 21 ملف وديعة بالنسبة للبلديات الستة، منها 8 من قبل الأحزاب السياسية و13 من قبل القوائم المستقلة. بالنسبة للملفات الترشح المدعى إلى 5 سبتمبر 22 تم قبول 18 ملف ترشح، تم قبول 18 ملف ترشح من أصل 21، كما تم رفض 3 ملفات. والسبب هنا يعني في 3 ملفات كان عدم بلوغ النصاب القانوني.